هاي أول فندق تنفتح بجانب الأيمن، فندق قمة جبل سنجار بشارع الجمهورية مقابل المتحف. عندنا جناح خاص للعوائل، عندنا غرف نفرين، نفر واحد، 3 نفرات، وخدمة انترنت، و 24 ساعة الكهرباء، والريوق صباحي. هذا المكان رجعنا به قبل شهرين وبدينا بالتعمير، ونتمنى يعني انه جانب الايمن يعودون على املاكهم ويعيدون الاعمار والسياحه والفنادق والمحلات. هسه حاليا انتم الوحيدين موجودين هنا؟ نعم، حاليا بجانب الايمن كفندق سياحي موجودين، نحن اول واحد فتحنا به، بس فندق العشائري موجودين بالدواسه. نعم 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 نعم، يجونا طلاب، يجونا وفود، يجونا منظمات. يعني هسه حاليا انتم الغرف اللي عندكم شبابيه لعوائل أشوف. اكو جناح خاص للعوائل واكو للشباب. من يعني شلون اسعار؟ الاسعار مناسبه يعني بين 30 و 40 و 50 والريوق وخدمة انترنت والكهرباء 24 ساعة وتبريد. هذا أول فندق بجانب الأيمن فتحناها، فندق قمة جبل شنجار، فندق مميزة وراقية ونظيفة وخدمات 100%، كهرباء 24 ساعة، ريوق صباحي، انترنت مجاني، الخدمات مميزة، وجناح، عندنا جناح خاص للعوائل وعندنا جناح شبابي، وفندق، هاي أول فندق بدنا نفتح بجانب الأيمن، فندق قمة جبل شنجار.